في عناوين نشرة اليوم: منع التنقل في يومه الأول، هكذا سارت الأمور. استثناءات الإقفال، ماذا عن الازدحام على بعض الطرقات؟ هل من نكسات صحية بعد الإصابة بكورونا والتعافي منها؟ نشرة الأخبار من صوت بيروت انترناشونال، مساء الخير. هو اليوم الأول من قرار منع التنقل. على الأرض كان الوضع مقبولاً بالحد الأدنى، ولم يرتفع القبول أو الرضا كثيراً، لأن الكثير من المواطنين حاولوا وكالعادة التذاكي على الإجراءات. منهم من نجح ومنهم من علق على الحواجز التي أقامتها قوى الأمن الداخلي والتي ضاعفت من زحمة السير. أما ما ساهم في المساعدة على إنجاح خطوة منع التنقل فهو الطقس الماطر الذي لا يشجع كثيرا على التنقل. اليوم الأول على أهميته لا يكفي ليشكل مؤشرا إلى ما ستكون عليه الأيام المقبلة حتى 25 من هذا الشهر، موعد انتهاء مدة حال الطوارئ ومنع التنقل. فإذا كانت النتيجة إيجابية وأتاحت خفض عدد الإصابات أو على الأقل تبطيء ارتفاع عدد هذه الإصابات، فإن بالإمكان خفضها. أما إذا بقي الوضع على ما هو عليه فلا شيء يحول دون تمديد فترة منع التنقل. إذن الكرة في ملعب المواطن لجهة اتخاذ كل الإجراءات الوقائية التي تحول دون اتساع رقعة الإصابات. الإقفال العام الشامل انسحب على السياسة، حيث لم يسجل أي تطور من شأنه أن يحدث خرقا على مستوى التأليف. فمنذ الفيديو الرئاسي المسرب والقطيعة على أشدها بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف، من دون أن يظهر في الأفق ما يشير إلى أن هناك وساطة ما لإعادة وصل من قطع. في غياب أي حلحلة في ملف تشكيل الحكومة، الأنظار إلى مجلس النواب لإنجاز قانون تسهيل استيراد لقاح كورونا على لبنان يعوض التأخير الفاضح ويبدأ باستيراد اللقاح ولو متأخرا. إذن دخل لبنان مرحلة التشدد في تطبيق الإجراءات لمنع تفشي فيروس كورونا، فيما سمي منع الولوج إلى الشوارع إلا باستثناء يمنح عبر رسالة نصية أو عبر موقع محدد. ولكن اللبناني المتذاكي حاول على طريقته التغلب على السيستم الذي يعمل بشكل آلي، والنتيجة استثناءات على مد عينق النظر. لنقرأ معا هذا الإذن الذي حصل عليه أحد المواطنين للانتقال خلال فترة الإقفال العام. سبب طلب التنقل: ناسي تابروير بالشغل وأمي معصبة على الآخر. كيفية التنقل: سيارة خصوصية. تم قبول طلبكم. هي عينة عن تذاكي اللبناني منذ اليوم الأول لفترة الإقفال العام. تذاكي مواطن كان من المفترض أن يلتزم بحظر التجول ويبقى في المنزل لمصلحته هو، ولمنع تكرار مشهد حصول المرضى على الأكسجين على أبواب المستشفيات. وإلى تذاكي المواطن أضف المشكلة في السيستم الذي يقرأ أحرف مبعثرة على أنها اسم مواطن، ويحصل بعدها على إذن بالخروج من منزله مثل الإذن هذا الذي تم تداوله عبر مواقع التواصل. هذا ناهيك عن مشكلة التأخر بالإجابة على قبول الطلب من عدمه بعد ملء الاستمارة، أو حتى يواجه مالء الاستمارة مشكلة في الدخول للتعبئة المطلوب. وبالمختصر آلية ناجحة افتراضياً، ولكن عند التطبيق العكس صحيح. وعن هذه المشاكل أوضح الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء محمود الأسمر لصوت بيروت انترناشنال أن سبب التأخير ناتج عن الضغط الكبير على النظام أو السيستام، لافتاً إلى وجود بعض المشاكل والعمل جار على حلها. أما عن بعض عمليات الغش التي يتم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعية بكتابة المواطنين أسماء وأحرف وهمية والحصول بعدها على موافقة، يؤكد اللواء أسمر أنه بهذه الحالة سيمر حاصل الإذن هذا حتماً على أحد الحواجز، وعندها سيتم التأكد من هويته، وبحال لم تكن مطابقة للإذن الحاصل عليه. ولفت الأسمر إلى أن المطلوب من الناس التعاون، لأن الهدف من أعطاء الإذن هو المساعدة وليس التضييق على المواطنين.
وللتذكير بآلية استحصال الفئات غير المستثناة من الإقفال على تصريح للخروج خلال الفترة الممتدة من 14 إلى 25 كانون الثاني، يتم الحصول على إذن خاص للتنقل عبر المنصة الإلكترونية covid.pcm.gov.lb أو إرسال رسالة نصية على 1120 تتضمن الاسم الثلاثي، القضاء ورقم الخيار من ضمن اللائحة هذه. نذكر منها مثلاً التوجه إلى الفرن والوقت المسموح به ساعة واحدة، الصيدلية والوقت المسموح به ساعتين، إضافة إلى لائحة خيارات متعددة. وبعد ملء الاستمارة يتم الانتقال إلى المرحلة الثانية، فإما يتم قبول الطلب أو يتم رفض الطلب، وعند الحصول على الإذن يتم إبرازه لعناصر قوى الأمن. من الاستثناءات الممنوحة عمال الدليفري، فكيف يمكن التأكد من هوية من يتجول على الأرض حاملاً هذا الشعار؟ بظل الإقفال العام والشامل اللي فرضته الدولة، صار معروف إنه الأفران وكل المؤسسات اللي بتعنى بالمواد الغذائية هي ضمن الاستثناءات، شرط إنه تبيع منتجاتها فقط عبر خدمة الدليفري. طيب اليوم شو بيمنع إنه يصير كل مواطن بيوصل دليفري؟ يعني أنا مثلاً إذا عندي موتو أو حتى سيارة عادية وأخذت معي كم غرض، وللمزيد من الدقة أخذت شنطة دليفري من شي مؤسسة بمون عليها، بقطع على الحاجز عادي؟ سبق وصرح البعض من السوبر ماركت الكبار إنه رح يلجأوا لخدمة التوصيل عبر ليبان بوست. بهالحالة الهوية معروفة وما رح يكون في أي مشكل بالمبدأ على الحاجز، بس عند الأفران والميني ماركت خصوصاً الصغيرة كيف بيأكدوا موظفينهم إنهم من الفئة المستثنات وما في أي شخص يكون عم يدعي إنه بيشتغل عندهم؟ إحنا دكان صغيرة، ما في شيء عنا مستندات أبداً، ما في شيء يثبت إنه شاب دليفري بده يقول له للدارك يتفضل مشي معي أو للبلدية تفضل مشي مع الدكان. في فاتورة، بس فاتورة بخط إيد يعني طبعاً، مش باسم المحل، وأكيد معه الأغراض اللي أخدهم للزبون وبس. هلا في طريقة يلي نحن الأفران عم نتبعها أو كل المؤسسات الغذائية عم تتبعها، هي عملية التصريح أو بحكم تصريح من المؤسسات، هي بطاقة التسجيل المؤسسة، أوكي، بتاتي رقم المالي، بيكون مذكور اسم المحل مع اسم صاحب المحل مع رقم المالي تبع المؤسسة، أوكي، هذا الدليفري، هذا المزبوط بيكون قانوني. إذن شهادة تسجيل مؤسسة مع تصريح للموظف بعمله فيها، بالإضافة أكيد للأغراض اللي حملهم وفاتورة المحل والعنوان اللي متجه عليه، كافلين للتوضيح إنه قانوني وبحق له يكفي طريقه. وإذا بده عنصر قوى الأمن يطبق القانون بالفعل وعلى الآخر، بيقدر يضبط المخالفات عند الكل. وإذا بده يمرق أو يمشي القانون على ناس وناس بدون فرض هيبة الدولة، على الأكيد رح يضل يتحفنا المواطن اللبناني بتلاعبه على القانون مثل ما تعودنا. بس بهيدا الوضع الصحي الدقيق، تمني الوحيد إنه يدرك كل لبناني التالي: تلاعب هالمرة مش رح يبينك ذكي وإنه ما بيقع عليك شي، تلاعب هالمرة ما رح يوفر عليك، لبل رح يدفعك من كيسك، مش بس أموال، إنما حياتك وحياة ناس كتير بتحبهم. على أي حال، فإن نسبة الالتزام تفاوتت في مختلف المناطق، فكيف بدأ اليوم الأول من مرحلة الطوارئ الصحية؟ بهيدي المشاهد بلش اليوم الأول من حظر التجول. حواجز لقوى الأمن الداخلي بجل الديب وخلدة أظهرت حجم السيارات اللي عم تخرق قرار منع التجول، ولكن مصادر قوى الأمن الداخلي أكدت لصوت بيروت انترناشنال أنه قلة قليلة من السيارات هي لأشخاص مخالفين، الأكترية تعود لأشخاص مستثنيين بدواعي العمل. بين سيارات مخالفة وأخرى مستثنات، المصادر طمأنت أنه نسبة الالتزام على مختلف الأراضي اللبنانية كانت جيدة جداً باليوم الأول. مناطق كتيرة كانت تعتبر الأكثر مخالفة بالإقفال العام عم تعكس التزام بيوصل لأكثر من 70% بحظر التجول المفروض. حواجز على الأرض منتشرة بكثرة، تدقيق بتحركات المواطنين وبطلبات الاستثناءات، ومعاينة حثيثة لضبط أي مخالفة لإجراءات الوقاية خلال إقبال المواطنين على القطاعات الفاتحة والخدمات المسموحة.
ما حظر ضبط بحق المخالفين سجلت في اليوم الأول. كذلك سجلت طلبات أخذ الأذونات بالخروج عبر تعبئة استمارة التنقل خلال الإقفال العام بغض النظر إذا كانت عن جد للضرورة. بموازاة هالمشهد وإلى جانب إقبال المواطنين على الصيدليات والأفران، نشاط لحركة الدليفري لإيصال طلبات المواطنين إلى منازلهم. نائب السوبرماركت نبيل فهد أكد باتصال مع صوت بيروت انترناشنال أنه نسبة الطلبات باليوم الأول من الإقفال عادية وليست غير اعتيادية وما شكلت ضغط كبير، وذلك بسبب تبضع المواطنين المسبق لكل حاجياتهم. فهد نقل مواجهة بعض السوبرماركت مشاكل لوجستية بتنقلاتهم بسبب اتكال بعضهم على خدمة ليبون بوست المغلقة. الالتزام اللي عكسه اليوم الأول من قرار حظر التجول قد يبشر بالخير، لكن المطلوب نبقى على هالوتيرة طيلة 11 يوم الجايين لتحقيق الأهداف الإيجابية المرادة. المطلوب نتذكر كل ما يضيق خلقنا بالبيت إنه في عالم مصابة ضيق نفسها بالمستشفيات. وعلى خط كورونا وبعد نقله إلى مستشفى سان جورج الحدث لتلقي العلاج جراء إصابته بالفيروس، انتشرت صورة وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن من داخل المستشفى ومن على سرير العلاج، وكانت إدارة المستشفى طمأنت بأن وضع حسن مستقر. مدير مستشفى رفيق الحريري الجامعي الدكتور فراس أبيض أشار إلى أن إصابة 4 مرضى بكورونا في الساعات الماضية بسكتة قلبية، من بينهم شاب يبلغ من العمر 19 عاما. على أي حال، فمن ينتصر في المعركة ضد كورونا أمامه طريق طويل من المطبات الصحية. بعد مرحلة الحجر المنزلي أو المعالجة الاستشفائية، أي عندما تصبح نتيجة فحص كورونا الخاصة بالمصاب سلبية، نسمع كتير إنه فلان تدهورت صحته أو بطل قادر يمشي مسافة صغيرة من دون ما يتعب، أو فلان توفى نتيجة أزمة قلبية أو غيرها وغيرها. مشان هيك عكل شخص أصيب بكورونا وشفي منه ما يهمل أبداً صحته، لبل عليه إنه يتبعها عن كثب. فالمضاعفات خلال فترة الإصابة بالفيروس وبعدها متعددة، منها ضعف بعضلة القلب، التضرر بالشرايين، التهابات وتجلطات بالدم وغيرها. لذا ولكل ما تقدم، هناك عدد من الفحوصات يلي يحبذ القيام بها فور التغلب على فيروس كورونا واستشارة اختصاصيين بهالموضوع. أكترية الناس وقت اللي بيرقطوا الكورونا بعد مدة 10-14 يوم يحسوا أنهم حالهم صحوا، وهذا صحيح لنسبة عالية من الناس، ولكن في بعض الأشخاص بيضلوا يعانوا من مشاكل صحية ما بعد هذه الأيام، بيصير عندهم متلازمة ما بعد الكورونا. العضارات اللي بيضلوا يعانوا فيها واللي أكثر شيوعاً هي التعب، ضيق النفس، السعال، ألام المفاصل والجسم، مشاكل النوم والذاكرة، واضطرابات نفسية. دراسات كتير هلأ عم بتفرجي إنه مرض الكورونا ممكن يترك آثار جدية على عدة أعضاء الجسم، الأكثر هي الرئتين، يعني تليف وحتى تجلطات مزمنة بأوعية الرئتين، وممكن كمان يأثر بشكل مزمن على القلب، وهيدول الأشخاص بحاجة يتابعوا بأماكن مختصة لهالمشاكل. التشخيص المبكر يساعد على تفادي مضاعفات قد تسيء بصحة الفرد أو حتى قد تودي بحياته، لذا من الضروري أن تتابع الحالات الصحية للأفراد بعد الشفاء كما قبله، خصوصاً وأن كورونا وتداعياته على جسم الإنسان لا تزال غامضة. بعيداً من كورونا، حدد رئيس المحكمة العسكرية الدائمة العميد منير شحادي جلسة في الأول من شباط المقبل لمحاكمة الموقوفين وعددهم يقارب 40 بتهمة إطلاق النار ليلة رأس السنة، وذلك سنداً إلى المادة 75 من قانون الأسلحة التي تنص على أن كل من أقدم على إطلاق النار في الأماكن الآهلة أو في حشد من الناس من سلاح مرخص أو غير مرخص يعاقب بالحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات وبغرامة مالية أو إحدى هاتين العقوبتين، كما يصادر السلاح في كل الأحوال. قضائياً أيضاً، قضية التحقيق الأولى في الشمال تصدر قرارها الظني حول حمولة الأسلحة ونترات الأمونيوم على متن السفينة ترايدر. كما وصلت سفينة روسوس إلى لبنان في العام 2013 وهي محملة ب 2750 طناً من نترات الأمونيوم المتفجر، كان من المفترض أن تصل إلى لبنان أيضاً في العام 2016 سفينة مشابهة اسمها ترايدر،
محملة ب 6400 بندقية صيد وبمستوعب يحتوي على 400 كيس من نترات الأمونيوم، أي ما يعادل 10,000 كيلوغرام، بالإضافة إلى 151 صندوقا من متفجر يافيكس الذي هو مزيج من نترات الأمونيوم والفيول، وخمسة صناديق من الأسلاك المتفجرة تحتوي على 5,000 قطعة. من أوقف سفينة ترايدر هي السلطات اليونانية بعدما شكت بأمرها البحرية القبرصية، وذلك في 27/2/2016. ترايدر كانت متجهة نحو بيروت، كل ذلك من دون الحصول على إجازة استيراد صادرة عن الحكومة اللبنانية ومن دون إعلام قوات اليونيفيل الموجودة في المياه الإقليمية. ترايدر التي رفعت علم توغو كانت وجهتها المفترضة لبنان، كاميرون، توغو، نيجيريا، ثم غانا. وبنتيجة تفتيشها صادرت السلطات اليونانية كامل حمولتها من بضائع خطرة. كل هذه المعطيات كشفها القرار الظني الذي أصدرته قاضي التحقيق الأول في الشمال سمرند نصار بعدما أحيل ملف التحقيقات إليها من شعبة المعلومات ومخابرات الجيش. كل ذلك بعدما خابرت السلطات اليونانية نظيرتها اللبنانية عبر وزارة الخارجية. القاضية نصار ظنت بثلاثة لبنانيين وهم محمد ألف وكمال كاف وطلال دال بجرم محاولة الاستيلاء على حمولة أسلحة الصيد التي كانت موجودة على متن سفينة الشحن ترايدر، مستغلين استيرادها تزويرا من تركيا على اسم شركة ياسين للشرق الأوسط للصناعة والتجارة شين ميم ميم، علما أن الشركة المذكورة التي يملكها خالد ياسين لم تشتري شحنة الأسلحة هذه ولم تكن على علم بها. ولهذا السبب طلبت القاضية نصار منع المحاكمة عنه. وبعدما أحالت نصار قرارها إلى القاضي المنفرد الجزائي في طرابلس لبدء المحاكمات وتكشفت أسرار هذه الباخرة، أصبح من الضروري طرح الكثير من الأسئلة. هل هناك من علاقة بين ترايدر وروسوس؟ ولمصلحة من تم استيراد هذه الكميات الكبيرة من نترات الأمونيوم؟ لماذا كشف أمر ترايدر ولم يكشف أمر روسوس؟ أسئلة على المحقق العدلي القاضي فادي صوان أن يجيب عليها. بعد اقتطاف العدو الإسرائيلي الراعي اللبناني حسن زهرة من مزرعة بسطرة خراج كفر شوبة، تقدم لبنان بشكوى إلى مجلس الأمن بشأن الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على السيادة اللبنانية، وطالب بإطلاق الراعي فورا وبموقف حازم بإدانة هذه الاعتداءات الإسرائيلية. في غضون ذلك نشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي فيديو من الحدود وقال إن حزب الله استخدم راعا لبناني في محاولته قبل أشهر تنفيذ عملية تخريبية من منطقة جبل الروس، والحزب يستخدم اللبنانيين جميعا بمختلف أطيافهم دروعا بشرية، فهذه المرة الرعاة. اقتصاديا، نقلت وكالة رويترز عن مصدرين مطلعين أن بنك المؤسسة العربية المصرفية البحريني أتم اليوم الاستحواذ على بنك بلوم مصر مقابل 480 مليون دولار. وبحسب المصدرين فقد وقع البنكان العقود النهائية للصفقة شاملة كافة الأصول المادية والعينية وحسابات العملاء، إشارة إلى أن بلوم مصر تابع لمجموعة بنك لبنان والمهجر، وبدأ العمل في مصر العام 2005 وللبنك 41 فرعا، ويبلغ رأس ماله المدفوع نحو 126 مليون دولار بحسب موقعه الإلكتروني. وقد جرت عملية إعادة هيكلة شاملة للبنك على مدار السنوات الماضية. في الخبر الأخير، أعلن هاري نادا أحد المديرين التنفيذيين في شركة نيسان اليابانية لصناعة السيارات لمحكمة في طوكيو أن كارلوس غوسن أخفى جزءا من أجره في الشركة خشية أن تجبره الحكومة الفرنسية على ترك رينو إذا اكتشفت كم يجني. ووافق نادا على التعاون مع الأدعاء الياباني مقابل الحصانة من الملاحقة القضائية، علما أنه كان يدلي بشهادته في محكمة الرئيس التنفيذي السابق لنيسان جورج كيلي المتهم بمساعدة غصن إخفاء 89 مليون دولار من دخله وتعويضاته المالية على مدى 8 سنوات. ختام النشرة فريق العمل، وأنا نشكر لكم حسن المتابعة. إلى اللقاء.